البدايه تحدثت في الموضوع وطلبت انه يتاجل ويتحدث عن المحاور. انا قلت شوف اذا اجمعت كل الانديه على معالي المستشار انه وضحت كل الانديه انه زعلانه من معالي المستشار معناه انه الرجل بيصير في الطريق الصحيح. زعل الانديه مش زعل على قرارات معالي المستشار ولا على الخطوات التطويريه اللي حاصله في الرياضه السعوديه ككل بكل مناشطها. لا هي يعني هي في الاخير زعل عاطفي، زعل جماهير. جمهور النصر زعلان يقول لك والله معالي المستشار بيدعم الهلال. جمهور الهلال زعلان يقول لك معالي المستشار الان صرح اليوم انه اكثر فريق دعمه هو النصر. جمهور الاهلي بيقول الاتحاد اكثر فريق دعم وحل مشاكله، وجمهور الاتحاد يقول لك انه واقف مع الاهلي ودعمه. معناه هذا الاجماع على هذا الزعل هو انصاف لعمل الرجل انه داعم لكل الانديه. في الاخير انت بتزعل، هذا عاطفتك، من حقي انا كمشجع عاطفي ما يتمنى انه يدعم النصر، كهلالي مثلا ما يتمنى يدعم النصر لانه اتمنى النصر انه يكون اقل مستوى مني، والعكس صحيح. النصراوي ما يتمنى انه يدعم الهلال، يتمنى انه النصر برجاله يكون افضل من الهلال، ونفس الوضع في الاتحاد، في الاهلي، في كل الانديه. الرجل واضح وصريح وشفاف وواضح تماما انه معالي المستشار ترى مو مهتم بشكل كامل برده فعل الجماهير في تويتر لانه هو عارف ايش بيقدم، هو بس الان قاعد بيوضح لهم وهم حيقتنعوا. احنا يمكن تحدثنا في مرحله يعني في امس انه الان في مرحله جديده للرياضه السعوديه، الجمهور حيتقبل هذه المرحله. وعلى فكره ترى انت شوف رده الفعل، يمكن متابعين من اول ما جاء معالي المستشار في الرياضه اول ما كلف بهذا المنصب كان رده الفعل يمكن توصل 80%، الان تنزلت الى 40 او 30 الى 50، بدات تخف الناس، بدات تتفهم التوجه الجديد لهيئه الرياضه. ترى انا ماني جاي عشان احاربك، ولا جاي عشان اعطلك، ولا جاي عشان ابعد نجومك، انا جاي عشان ادعمك، عشان احل مشاكلك، عشان اجعلك من دوري محترفين حقيقي، يكون من افضل 10 دوريات على مستوى العالم. هذه الخطوات تحتاج بعض التضحيات، تحتاج الى بعض الامور الاداريه، قد لا تعجب الجمهور، لكن تعال شوف انت رؤساء الانديه. رؤساء الانديه الان لو يكح يقول لك شكرا ابو ناصر لانه عارف انه السبب في بقائه في هذا المنصب، وانه جالس بيطلع في الاعلام وحاط رجل على رجل يتكلم رئيس النادي، من داعمه؟ معليش خلينا نكون صريحين، من داعمه؟ داعمه معالي المستشار. تبغى لاعب يجيب لك اللاعب، تبغى مدرب يجيب لك المدرب، عندك مشكله موضوع الاهلي والسومه. السومه كما ذكر كان ممكن يروح النصر، كان ممكن يكسر عقده يروح النصر. جاء قال تبغون السومه، هذه السومه بقى في الاهلي وجدد معاه، من دفعها؟ دفعها معالي المستشار، حل مشكله كبيره ونجم جماهيري اول في الاهلي، حل مشكلته ابقى في النادي الاهلي، حل مشكله اهم ثلاثه لعيبه في الهلال، نواف العابد وياسر الشهراني، ياسر الشهراني وعطيف، اهم ثلاثه لعيبه بقاهم. النصر نفس الوضع. اذا الكلام اللي بيحصل في تويتر هي رده فعل عاطفيه، حتى المعيوف رده فعل عاطفيه من الجمهور بسبب ليه تدعم هذا النادي اكثر، لكن ما في اختلاف انه ما في دعم، كلهم متفقين انه بيدعم، لكن يرون انه اذا يدعم هذا اكثر وهذا اكثر. هذه من يبينها اخر الموسم، نبدا في كشف حساب من الهيئه العامه للرياضه بكل الانديه، هذا النادي دعم بهذا المبلغ لسبب، حتى لو كان في فروقات بسيطه بين نادي واخر توضح الاسباب ليه هذا النادي اكثر وهذا اقل، لانه اصلا سمعه الكره السعوديه، مكانه الكره السعوديه، انا متاكد بوجود سمو السيد الامير محمد بن سلمان ما في نادي هيهبط للدرجه الاولى وتصير عليه عقوبه انضباطيه لعدم دفع فلوس، لانه يعني الدوله ما هي مقصره مع شبابها، وما بالتالي اذا كانت انديه جماهيريه يتابعها مئات الالوف حتبقى ان شاء الله في الواجهه. وانا متفائل انه موسم اللي وعد فيه انه حيكون افضل دوريات 10 في العالم حيتم، بس بشرط واحد، انه الاتحاد السعودي يحل مشكله كبيره عنده في بعض اللجان وبالذات اللجان القضائيه. لا يمكن تكتمل منظومه انك تكون من افضل 10 دوريات في العالم وفي اخطاء كوارثيه في لجان قضائيه او لجان مهمه في الاتحاد السعودي لكره القدم. نعم. طيب تركي السهلي حسن ضامن، معلش تركي حسن ضامن انه نزيه ما حيتكلم في الاتحاد. بس الاجتماعي معك كيف؟ ممتازه. الله لا تحاول، ما في رايق ابو شوق، ما لا تلف الدور اتحاد القدم. ها لجان القضائي لجان مستقلة. لا بس اثرت كوارث عملت، معليش مو اخطاء، كوارث يعني. لو ناس تتعب، ها تتعب ما تقدر تستنطق. والله انا ما بستنطق، انا يهمني نبقى المسؤولين الاجتماعيه. تركي السهري تفضل، اي نقطه وش